رددوا معي بالروح بالروح نبدي عائشة بالروح نبدي عائشة نبدي عائشة بالروح نبدي عائشة بالروح نبدي عائشة بالروح نبدي عائشة الذي ورد في صحيح البخاري ألا يدل هذا الحديث على أنكم تأذون عائشة؟ صحيح البخاري فرض الخمس ما جاء في بيوت أزواج النبي رقم الحديث 2873 كم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا الحديث يدل على أن النبي يقول أن الشيطان يطلع من بيت عائشة. أما السؤال الثاني أنا دافع عن عائشة الآن وسط الجواب وصل. خليك على الخط وسط الأسئلة صح. خليك إذا ما في حرج عليك فضلي. لا أحب من مثلك أن ينقل الكذب ولا أريد أن أقول أخرى. فهذا الحديث هداك الله مكذوب وليس في البخاري. وإذا كان انتبه في البخاري الآن إذا أنت صحيح طبعا هذا كذب مختلق على البخاري واللي لقنق الشك وأنه أشار إلى بيت عائشة الناس هذا صحيح البخاري وهذا صحيح ماذا البخاري للإمام يسمونه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية طبعا وهابية منقحة ومصححة دار ابن كثير دمشق بيروت. شوف يا كتاب فرض الخمس كتاب فرض الخمس رقم الحديث 3104 3104 ماذا يقول حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا في صحيح البخاري يا عرعود ماذا تكتب على الناس؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يا أمه الميت الأول أسوأ أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري دخل عند السيدة عائشة ووجدها ترضع رجلا من ثديها فسألها فقالت إنه أخي من الرضاع موجود عند البخاري. كلام ده طيب احنا خلينا في موضوع ذكرت بأنه تحرم الرضاعة حولين فقط فلماذا عائشة كانت ترضع الكبير؟ اجتهدت فأخطأت أم المؤمنين اجتهدت فأخطأت والجمهور على أن الرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم ما ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 322 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. هل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب وهي بشر هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب بارك الله فيك ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.